من قلبي علت والدار كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها أصلنا الفجر ولفف مصر وحوالينا الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام ده أنا يلي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تنمين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله.